السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة في البداية. الله يحفظنا ويحفظكم من شر الأمراض والأوبئة، والله يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية يا رب. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم أن يشافي ويعافي جميع مرضى المسلمين من كل مرض، من كل سقم، من كل بلاء، من كل أذى يا رب العالمين. مثل ما دائما أقول إنهم ما محتاجين غير أننا نحن نذكرهم في دعاوينا، فالله يخفف عنهم ويعافيهم يا رب العالمين. صباحكم صدقات من الابتسامة والكلمة الطيبة يا رب العالمين، والله يرزقنا ويرزقكم سعادة لا حدود لها يا رب العالمين. وإن شاء الله اليوم متوجهين إلى منطقة أخرى تسمى قبالة، اللي راح يكون لنا موعد غرامي مع الطبيعة والخضار والشلالات إن شاء الله. إن شاء الله راح ننتقل لمنطقة أخرى وبنشارككم بعد كذلك بالوجهات الجميلة هناك إن شاء الله. وصباحكم كل وصلنا لمسجد الجمعة في منطقة شماخة، يا رب قلتها صح، هو يقول لي وأنا أقول هذا مسجد الجمعة قدامكم. بعد هذا في طريقنا، بعدنا درب ورانا. منطقة شماخة، ما أدري من شمخة. اسمه مسجد الجمعة في قرية شماخة، شماخة شماخة، المهم هو يقول لي شماخة. هذا شوف كأنه مكتوب بالعربي، حصلت شيء بالعربي. Just imagine. Oh my god. Yes yes yes. Yes بالعربي يا عرب. I cannot believe it. Yes بالعربي. بني مسجد جمعة شماخة في سنة 743 وقد تعرض لأضرار جسيمة نتيجة زلزال سينتي أحرق من قبل المغتصبين الأرمن خلال الإبادة الجماعية الأذربيجانية في مارس، وتمت إعادة تربيمه بموجب قرار الجمهورية إلهام عليف خلال سنوات 2000. وبعد ما عرفنا قصة هذا المسجد، الحين بناخذكم جولة في مسجد جمعة شماخة. صراحة قصة مأساوية، صراحة كلمة الإبادة الجماعية بروحة تعور القلب. ورد عسى دائما اسم الله دائم على كوكب الأرض دور مدار، ما ينقطع كلمة الله أكبر، لا ينقطع الأذان في بقاع الأرض يا رب. هذه بقايا لا إله إلا الله. بس ما شاء الله الورد عندهم كل مكان، هذا ورد جوري، الفل الجوري. عندنا أمام مسجد جمعة شماخة، طبعا هذا تم إعادة ترميمه وصيانته بعد التخريب اللي تعرض له المكان في الإبادة الجماعية. مسجد جميل، هذا جانب من البقايا. كذلك بالجهة الثانية بعد تبارك الرحمن.
شاء الله. شوفوا المحراب تبارك الرحمن. صراحة هذه نافورة المسجد، والله ودي اقص هالورد لكن ما ادري اخافهم يخالفوني يغرموني يمنعوني ما ادري، لاني ما اشوف حد يقطع ورد، الورد على مد الناظر، والله بطني معورني كذا بقصه باكلها، هذا نوعية اللي تؤكل، باكل هذه واكل هذه، الاحمر لا ما حلو الاحمر، شوف كل الورد ما شاء الله ما شاء الله الله كل الألوان الأحمر، أخافهم ينازعوني لو قصيت الورد، هو بعد مقلمها على أساس إنه يزرعوا مكان غير، ممنوع قطف الزهور، مخالفات في مخالفة مخالفة، أبوي الله يبعدنا عن المخالفات، يا غريب كن أديب، بس الألوان خطيرة صراحة، الكاميرا ظالمة جمال الورد. هذا كم لون فيها، بسم الله ما شاء الله. بعد هذه كانت جولتنا السريعة في مسجد جمعة شماخي، بعد هذه محطة من محطاتنا قبل وصولنا إلى قبالة، لو حد صاير قبالة أنصحكم أنكم تزوروا هذا المسجد، صراحة تاريخ وأتوقع شفتوه، ويعني كمسجد ما شاء الله جميل. طريق يعني طريقهم وانتو سايرين قبالة، بس دعود عاد هذا اللي يبيع الفواكه اوكي يقول لي صوريني يو ار جود اوكي ايه هنا ويبيع هذا الفواكه هذا عنده هذا شيء بندق محصود الحقول مالهم مسكين وحليل يبغون يصوروا يو ار فاين يبيع هذا ايه كبالة ايه اوكي كبالة عاد هذا سواقنا شوفوا هذه الصحون انا عبالي من متى هذه صحون للبيع طلعت هذه فواكه مجففه تبى مشمش تفاح خوخ رمان مجففه ومسوايه بهذه الطريقه هذه فواكه في بلادهم مجففه ومسوايه بهالشكل قوالب لكن شوف الاطلاله شوف الفيو شوف الثلج هناك شوف الثلج يا رباه اول مره اشوف هذه الجبال البيضاء احيدني اشوفها بالصور بالافلام اليوم شفتها حقيقي فواكه بس غالي اسعارهم والله اخذت نص درجن موز خمس حبات تفاح على 65 مانات وايد غالي احس انها يعني لا ما ادري بكم وايد غالي احس ان فواكه المهم شوف الفيو سبحان الله يا مقسم يا رزاق شوفوا هذا اللي قدامي كله شجر هذا التوت بيري توت بيري توت بيري فندق هذا والله ما ادري وش تقول بابا علي اسمه علي اوكي بندق تازه ده في ليش بندق طازه طغله ريح طغله اوكي
يتف هذا. الحين فهمت، يقول انه هو هذا البندق يبو من ذاك اليبل. الحين فهمت، الحين فهمت. بناتي ابيك شنو هذا؟ هذا ابوه، هذا ابوه. شي علي علي هذا عليتي علي. اوكي اوكي يا طشبر نعم ناسين اينا مطورا. إنها الثلوج يا عرب، إنها الغيوم والثلوج والجبال البيضاء. أنا أول مرة بعيني أشوفها. الحمد لله على هذا النعمة، هذا ترى بروحه نعمة. الواحد يحمد رب العالمين إنه يشوف خلق الله وجمال الله. هذه الاستراحة فيها محل متخصص بكل منتجات العسل والأعشاب اللي عندهم. شوف الناس عليك. الأعشاب مالهم بهارات منتجات العسل. هذه منتجات مصنوعة من العسل كلها، إنتاجهم المحلي هذا الأذربيجاني. ما شاء الله على العسل. شوف حجم البرطمان، هذا برطمان، هذا برطمان. خافي نازعنا حق السكر ضغط مثل ثاني تيجي العسل للسكر والضغط. شوفوا محل معروف عندهم، لأن شوف الناس عنده مثل الدود ما شاء الله، الناس قاعدة تشحن. هذيك دم علي كم علي تفنها داخل واحد من الجرام صار كم علي كا حلبة أصل جبر هذاك هذا مش هذاك دم زين طاغر سيني يعني كل داخل هذا الدم يعني ما في نفس الشيء أصل لازم سوا واحد من الجرام لازم قبلهم واحد راح يكون شيء ملاك طاغر. هذا حلبة. 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 هذا غذاء الملكات، لقاح الملكات. هذا غذاء الملكات، ما أدري يقول هو خلطة يخلطها بالعسل يكون علاج للضغط ويصفي الدم، ما أدري شو. ما أدري بشوفني بأخذ لي أبوي، لكن هو يقول لازم تسوي خلطة، ما أدري على 15 مانات أتوقع يقال.
فلازم هو يسوي الخلطة هذه الحين لمرضى السكري بالضبط. وأنا أخذ حق أبويا. صباح إنزين. يعني 200-150 غرام ماي. ماي؟ ماي. أوكي. حليب. حليب. داخل الواحد ما لقى نفس الشيء. تحطيها هذه. صار. داخل. ماي والحليب. أحسن تشرب أحسن شيء بدل العسل ولا شيء تأخذ هذه تخلطها بالماء والحليب وتشربه يعني لا هذا ولا ذاك. هذه حلويات طبعاً أنا ما أعرف أي شيء. هذا وش هذا مو حلويات حلويات. عادي مسبوح لي وقت لا ماكم لازم غير. من شكلها مغري صراحة أتوقع هو الحلقوم. رأي نوع هذا نوع هذا نوع هذا نوع. العود ما شاء الله العرب عليه هذا كلهم عرب. كل ما الى المستشفيات ذا ملكه ذا مطره مستنجمه لكل زباد خوطه داخل المكان نفس الشيء موجود. هذا بعد حلويات بس انا انصحكم نصيحه يا جماعه الخير دائما تاكدوا الاكل حلال او حرام. ترى في اشياء منتجات يدخل فيها زيت الخنزير فدائما قبل لا تشتروا اي شيء سالوا تاكدوا خاصة في بوفيات المطاعم الريوب الهوت دوغز ترى مش حلال. أنا كنت اليوم أشوف عرب يأكل الهوت دوغ هو مش حلال أصلا وبعدين أنا خبرتهم فتأكدوا دايما يوم تسألوا عاد يقولوا ما يستوي تو أذربيجان وما تأكلوا هذا الخبز اللي يسووه الحريم هنا يقولوا لذيذ. عاد الحين بجرب أنا السلام هذا لعبتي أنا أحب الحريم اللي يخدمه أنا وحدة منهم أنا أحب أخدم في الخبز حشوة بالبقدونس يا سلام يا سلام الله أكبر كان ما تقول صكوني بعين أتوقع هم ترى بعد حريم ترى كل الحريم نفس الشيء هذه الفقيرة تعرف أنا أقول لها تشيز من الصبح وأقول لها جبن فهي قالت لي أنت تبي جبن قلت لها شكل العرب متعودين يطلبوا جبن أقول لها أبا جبن فتقول تسوي لحم وهذا الخضروات هذه خضرة أيوة خضرة محفظة you are good ما شاء الله عربي اوكي وهو تتغزل بالعرب باخيت 4 5 باخيت 1 2 3 4 5 ثلاثة شوف الخضرة خضرة هذه فطيرة خضرة وابي ايش بك شفت المقشبة اللي قشبت فيها الطوبي وابوي انا بس عجيبة صراحة قشبت فيها الطوبي صبري بنظف عني صبري بنظف يلا او سوري وصخت عصبت اوكي اوكي عاد هذا جبنه الحين بتضبطنا هذا جبن وحليلها روحها طيبه والله انا عن نفسي احب اكل شوارع خاصه اللي يخدموه الحريم اتكيف عليه من الحين يعت وكافي لبوريات ناقشين
الملكات تبي تسوي لي سمن؟ قلت لها لا تسوي لي سمن. يا سلام. قلت تعالي تعالي وراي. السلام. احنا السوق الثانية. انا طلب ثلاثة. في لحم بعد لو اللي بحب بلحم. انت بلحم. هذا اللي بتلقوه بالشوارع يعني على الشوارع بتحصل حريمة بالقديرة. هذا مسكين هنا. ننتقل للمرحلة الأخيرة يا أحسال. شوف وحدة رياسة تراوين تقول في عندنا أرنب. السلام عليكم. اي والله هذا هو الارنب. سلام عليكم ارنوب، شخبارك علومك؟ اي والله هذا ارنب بصراحه. هي بشوشه والله بشوشه بشوشه. الله يرزقها يا رب. بشوشه وحليلها. هذا انا قررت اركب الخير. نقول بسم الله السلام عليكم. شو اخبارك؟ شو علومك؟ هي والله موسوم الفقير. هذه اللي يعذبوهم عذاب حرام. تشلني اركب على ظهرك بتاخذني لفه؟ ها حبيبي انت يا ربي يا عمري. انا يلا بنطلع وراك. شلني ها. اوكي اتفقنا. هي هو بيشلني. هي اجري هي ويل تيك مي. راضي؟ لازم هو يكون راضي على سبب انا اركب على ظهره. صح ولا غلط؟ لا لا هو يقول صح صح. سي نقول بسم الله توكلنا على الله. رضى علينا الحصان مسكين. ناخذ جوله. زعلان الخيل مسكين. ايوه شوف الدنيا الخضار، شوف الغابات وجوله مع هالخيل الجميل. والله يس. إيه. هذا معشوق شيخنا طويل العمر محمد بن راشد عاشق الخيول. اي والله علموا ابنائكم ركوب الخيل. والله هذا تعلمك الصبر وطولة البال. والله غامض لنا الخيل. والله الحمد لله هذا باب. يس يس. حاطينهم يحبوا يتصوروا وحليلهم. دلعوهم الله الله فيهم. هذا كله أجر. إدخال السعادة والبهجة والسرور في قلوب الآخرين ترى فيه أجر عظيم. أي والله. والله good yes. هذا اولار ده ابونا مني اولار. اوكي 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 عاد وش كان موندل تمشي وياه. والله ما بين الغابات. يا سلام فيديو جميل. زعلان زعلان الخيل قاعد يصفل. وصلنا فينيش فينيش نبي نتخا
زعلان خير. وسجلنا دخولنا لقبالة، يا سلام. عشان استمتعنا طول الطريق، ما خلينا مكان، ما وقفنا، عبرنا عن شعورنا. قبالة قبالة وصلنا بالسلامة إلى الفندق الحازين في فندق قبالة غاردن هوتيل، هذا 4 نجوم، لكن شكله غاوي. إيه شكله، هذا سياكل الأجار، يبانا ناخذ لنا ونرعى بالبلاد. الخير ياي، الخير ياي. ظلمناها 5 ستار بعد، مش 4 ستار. السلام عليكم. هاي هذه فيلتنا في قبالة، نقول بسم الله. هذه القعدة الطيبة، هذه الأطلال الجميلة. يا سلام يا سلام، نقول بسم الله. فيلة قبالة، بسم الله. يا سلام يا سلام، هذا الصالة. هي حمامة، هذه غرفة، وهذه غرفة. هذا المطبخ اللي يدخل على الصالة. ما شاء الله، صالة عود وشرحة. هذا الدفاية، احنا ما محتاجين للدفاية ابد، مستغنين عنه. وهذا الأطلال الجميلة، بلكونة، حديقة، وكوكب آخر. عد هذه فيلتنا من برا، شيء يفتح النفس صح، خاصة الخضار. وهذا المبنى الرئيسي للفندق، اسمه قبالة غاردن هوتيل. هناك اشوف حديقة ألعاب الأطفال. اللي يسألني ترى 5 نجوم، ما رخيص، غالي بعد، يعني ما بسوي له دعاية، غالي. خير ياي، المطر ياي، غيم ياي. ما شاء الله الجبال الخضراء شايفينها قدام. يا سلام يا سلام. هذه الغرفة الفندقية، المساعة اللي شفتوها عبارة عن الفيلا، وهذه الغرفة الفندقية. وعاد شوفوا الأطلالة، بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام، بسم الله ما شاء الله. شو هالفيو، شو هالأطلالة، منظر جميل. ذكرني بأوتي وشملة، مناطق جميلة في الهند. قسم مخرد النبند ام دل بكسم، بعد ازن محبوب كشوكي ورفض دسم. عاشقي ديوانه كنت شخص عاقل، بيم مجنوني كاري داب دسم. قسم مخرد النبوم عاشق بكسم، بعد ازن محبوب كشوكي ورفض دسم. عاشقي ديوانه كنت شخص. مسا مسا على الناس الكويسة، ونبدأ جولتنا في قبالة. وأول وجهة هي، بسم الله،
نهر عندهم بحيرة سموها نهر من النهر، طبعا مشتقة من النهر. هذا احد الوجهات السياحية هنا، هذيك بحيرة عودة شفتوها. فهذه الوجهة الاولى وهي نهر، نهر يقولهم نهر نهر. هناك بحيرة كبيرة عودة اشوفها من هنا. هناك لا هذا مطعم، هناك نهر، هذا مطعم النهر. عالم عالم ما شاء الله. مطاعم كوفيات، اشوف العالم كلها هناك سايرة وراهم، السير مع القافلة. ورد يمين يسار، يا هذا الورد اللي بكل مكان ما شاء الله. شوف هناك كل أوراق الورود هناك. بحيرة وورد وخضار وجبال خضراء. فها أمشي أنا، لا تنسوني أنا ترى موجودة بعد بالمكان الحلو لأزيده جمالا. يا الله على الخلايق اللي هنا، يا هي خلايق، الله يسعدهم يا رب مثل ما أسعدنا. حتى البط والأوز في البحيرة. في سمك حتى بالنهر البحيرة. البط هم بعد ياسين يتمشي في البحيرة مثل الأوادم. الخلايق بحيرة عودة وبها وايد أشياء، مطاعم، حديقة. يا سلام زهلتنا زهلتنا شاي. بعد جانب البحيرة من الصوب الثاني بس اسميها خلايق. وناس ياسا تصيد في هذا الولد صيد سمكة. السبي أختم عدين بدماء هذا بتوداه في الوضع. Thank you.
طلعنا من البحيرة وينا هذا المكان. هذا عبارة عن مطعم، على كيف كيفكم، مياه تجري، ذبايح، كل أنواع الذبايح عندهم. يا عمري أنا محنط، هذا محنط ترى حقيقي، عندهم مشاوي ولحوم. عاد يقولوا أذربيجان مشهورة بلحمها، ذبايحهم رخيصة. هنا تريق قاعد ما أدري وش اسم المكان. حبيبي أنا وش جايب إنك أنت بعد، يا عمري أنا أنت بعد محنطينك يا أبو. أنت بعد ما سلمت يا ربي، محنطين العربان كلها أنت. حتى هذا هو علي عنك، بسم الله عليك. هذا هو اسم المطعم، نظام كباين نهر ماي، هذا اسمه كله كباين. حميد what's the name of the restaurant؟ خنلر، قبل خنلر. طيب اتخيب وش يقول ماندل، خاندار، خنلر، خان لار، خانلار، 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 خانلار. المهم اسم المطعم خانلار. شوفون النهر يمشي، ترى نهر حقيقي. يعني المطعم كباين، حولكم الماء يجري. في بعض الأحيان يندم الإنسان على أفعاله ويتراجع عنها ويتوب لربه سبحانه وتعالى ويسلك طريقا آخر غير الطريق الذي سلكه سابقا.